هذه غادي تكون هي الكروستاتا ديالنا، الكروستاتا الايطاليه اللي كتجي المنظر جميل والبنه البنه اللي ما كيستغناوش عليها الايطاليين، ضروري عندهم في وجبات الفطور او البوتي هكا ضروري بهذا الكونفيتور هكا ديال السلام عليكم الغزالات ديالي، كديري لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله كما تنقول لكم دائما تلقاكم في احسن حال وفي صحه جيده. معكم بيجا من قناه النسيري برودكشن، القناه ديالكم اللي كنتمنى من الله تعالى كل المحتوى ديالها تينال الاعجاب ديالكم والوصفات ديالها كتروحكم. نتمنى من الناس اللي كتدخل القناه ولو غير بالصدفه ما تنسانيش باللايك والتعليق وتابونا معايا، علاش لا؟ شكرا جزيلا للناس اللي معايا. بسم الله على بركة الله، هنا غنقدموا مع بعض الكروستاتا الإيطالية بمظهر وشكل جميل. هنا عندي 600 غرام ديال الدقيق، وعندي جوج بيضات، وهنايا 250 غرام ديال الزبدة هكا مارغرين، وشوية ديال الملحة اللي ضرورية في حال هاد الحلويات، واحد 3 المعالق ديال الماء بارد، وهنا 3 ديال المعالق ديال السكر سنيدة أو السكر الخشين. ان شاء الله غادي بعد ما نظفت سطح العمل وعقمته بالخل كما العاده، غنحط هنايا 600 غرام ديال الدقيق، وغادي ندخل فيه 250 غرام ديال الزبده. هاد الكروستاتا كتجي اكثر من رائعه، غتبعوا معايا ان شاء الله المراحل. غادي ان شاء الله نغبر هكا هاد الزبده بالدقيق، هكا غادي تعاوني انها غادي يعني نحكها في ساع يعني العجين المرمل. غادي ندخلها كلها في هاد الدقيق اللي عندي، فعلا بهذيك الطريقه او المظهر الجميل ديالها. مره كنت درتها بلا كريم باتيسيير ودرت فوقها واحد الكاناش ديال الشوكولا، جات زوينه بزاف، باقي غادي نشاركها معاكم. هكا غادي نستمر ان شاء الله. كما كتشوفوا كما كنعرفوا كلنا بحال هذا النوع ديال العجائن او العجينه المرمله، كندخلوا مزيان 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 هذيك الزبده في الدقيق، تنضيف السكر ديالي وشويه ديال الملحه، وغادي ان شاء الله نضيف البيض. هنا عندي جوج بيضات، ولكن هزيت واحد شويه ديال صفار البيض باش ندهن فيه ندهن به في الاخير. غادي نضيف البيض وغادي ان شاء الله نبدا ندخل البيض في العجينه، ما غادي ندير حتى اضافه حتى نشوف واش غادي يقدني البيض هو اللي غيجمع لي العجينه. وهنا كما كتشوفوا غادي نضيف واحد المعلقه ما كنفوتهاش او المعلقه ونص ديال الماء بارد كما قلت. وكما كنعرفوا دائما هذا النوع ديال العجينه ما كتعجنش، كما كتشوفوا كنخدمها غير باطراف الاصابع. هنا ان شاء الله بعد ما عجنت العجينه ولا غير جمعتها ما كتعجنش، غادي نديرها في الفيلم اليمونتيغ، وكما البارد الحال ما كنحتاجش انا نديرها في الثلاجه، غنحطها حدايا ونعاود نرجع باش نخدم بها. بسم الله على بركة الله، كما قلت لكم ما ريحتها لا في الثلاجه لا والو حيتاش الجو بارد. غادي نخدم بها قدامكم هكا، ضروري غادي نقسم العجينه على واحد ماشي نص ولكن واحد شويه واحد طرف صغير، وغادي نخليه ان شاء الله للتزيين. هنا ان شاء الله غادي نبقى تنمدد في العجينه كما كتشوفوا طايعه وزوينه بهذيك المقادير اللي عطيتكم، زوينه بزاف ما كتقطع ما والو، ما تحاولوش ديروها في الثلاجه حيتاش الا دخلت الثلاجه والحال بارد راه كتبدا كتشقق لينا. ان شاء الله غتابعوني بالصور. We'll be right back.
هنا كما كتشوفوا قد جيت لها الاطراف، وها نتوما كتشوفوا الرق ديالها كيخصها تكون رقيقه باش ما تجيناش خشينه في الفران وما تجيش زوينه. انا كاع القياسات اللي عندي في الطباسل درتهم ما لقيت الا هذا هو اللي جاني، هو هذاك كانت راسي هكا بالسكين وما كنخرجش تقطيعه، يعني غير كانت راسي فوق العجينه. ناخذ واحد القطاعه ديال البيتزا اولا داك القطاعه ديال الشباكيه، ونقوم هكا بواحد الاشرطه يكون تقريبا العرض ديالهم واحد نص سنتيم. كنستمر هكا ان شاء الله. هنا غتلاحظوا معايا بلي كنهز طرف وكنخلي واحد، كنهز الاخر وكنخلي واحد، وكيجي على شكل علامه الضرب اولا ضفيره. هكا غادي ان شاء الله نستمر، وراه ساهله غير شويه ديال يعني شويه الخاطر. هكا كما كتشوفوا هاني غنحاول نوريكم هنايا كيبداو يلصقوا هكا، ولا بدا غادي نبدا نحلهم الا كانوا ما دايرينش غادي يعني ما تحلوش مزيان، غادي تعاودوا تقطعوهم بالقطاعه. ها نتوما غتشوفوا دابا غنهز واحد ونخلي الاخر، نعاود نرجع لهذاك ونعاود ندير الاخر. راه المساله باينه ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتجي زوينه بزاف والمنظر ديالها اكثر من رائع. وهنا غادي يكون تقطع ليا المقطع اللي تقبت فيه لاباط، ماشي ضروري اننا نبداو نتكوها بزاف بالفرشيطه، غير شويه واحد الثقوب هكا بالكيغدو. راني درتهم وبغيت نتذكر بلي راني تقبتها شويه باش ما يخسرش المنظر ديالها في الفران وتنفخ لينا. كان نسوي يعني لا طارت ديالي، وكان نضغط مزيان على دوك البلايص باش ما يتحلوش ليا، ولا بدا هذاك العيب اللي كيبان لكم هكا ضروري غادي نغطيوه. هنا عندي الكونفيتور ديال اولا مربى الفريز اولا الفراوله، كيجي زوين بزاف كما قلت لكم، المنظر ديالو هكا مع اللون ديالو كيجي اكثر من رائع. غادي ان شاء الله نسوي السطح هكا ونسرح هذا المربى اللي عندي، وغادي ان شاء الله نعاودو نتلاقاو. ان شاء الله غادي نورق هذيك العجينه اللي بقات ليا، اللي قلت لكم غندير منها شرائط لعبده، غادي نقطعها على شرائط طوليه وغادي نزوق بها العجينه ديالي. انتم غتتابعوني ان شاء الله بالصور. هنا بغيت نوصلكم واحد الوصايا، يعني كاين الناس كيبداو يحطوا هاد الشرائط على هاد النوع ديال لي طارت وكيزيروا العجينه. لا، العجينه كنخليها مرخوفه وكنلصقها من الفوق ونعاود نخليها مرخوفه على خطره ونعاود نلصق من التحت، هكا ما كتقطعليش العجينه في الفران وما كيكشوش هاد الشرائط. هنا كما كتشوفوا معايا بطريقه مائله كنعاود نحط اشرطه اخرى فوق الاشرطه الاولى، وكيجي المنظر زوين هكا بطريقه مائله كما قلت لكم، تيجي احسن.
وضروري هنايا يعني العجينه اللي شات ليا غادي نديرها على شكل شريط، وغادي نلويها بحال هكا كما كتشوفوا. ضروري هذيك الجناب يتخبى داك العيب هكا بهذه الطريقه لولبيه، وغادي نغطي هذوك الجنيبات باش نغطي هذوك الجناب ديال نغطي العيب يعني اللي كيبقى ديال ديك الملاقيه ديال العجينه، وكيجي المنظر احسن. ان كاين ناس بزاف ما كيديروهاش، ولكن الا شط عندكم العجينه ما تردوش انكم ديروها حيتاش كيجي المنظر زوين. وهنا كما كتشوفوا كملت، هانتوما كتشوفوا الشريط اللي درت هكا بطريقه لولبيه، حطيتها فوق الوجه وكيجي زوين وكيغطي يعني ديك العيوب. هنا ان شاء الله غادي ندخلها، لا ماشي غادي ندخلها الفران، لا بدا غادي ندهنها. اسمحوا لي غادي ندير واحد شويه ديال الصفار البيض اللي هزيته من ديك جوج بيضات، ودائما في اطار الاقتصاد. وغادي ندهن لا طارت ديالي او لا الكروستاتا ديالنا شوي بشوي. وهنا غادي تكون وجدات عندي باش ندخلها للفران. كندخلها على درجه حراره 180، كنشعل عليها من التحت اي فوا كنحس بها راه شدت راسها من التحت، وكنشعل الفوق، وفي ساعه كتخرج من الفران كتخرج مذهبه واكثر من رائعه. هانتوما كتشوفوا معايا المنظر ديالها، الصراحه طلع كيجي زوين بزاف. وكما قلت لكم هذوك الشرائط ما تيكشوش وما تيتقطعوش ليا في الفران، كيبقى المنظر ديالهم زوين بزاف. نتمنى ما تفوتكمش الفرصه انكم تجربوا هذه الكروستاتا الايطاليه. هنا كنت تراسيت باش ما نخسرش المنظر ديالها، وبغيت نقطع معكم باش تشوفوها كي تجي. تجي زوينه بزاف، وسورتو البنه كتجي بنينه اصلا. لاباط سابلي راه كتكون بنينه، وملي كنزيدو عليها الكونفيتور ديال الفريز ولا فرامبواز كتجي زوينه بزاف. هانتوما كتشوفوا المنظر زوين وعاطي للعين يعني، مشرفكم قدام الناس. نتمنى يكون الاقتراح ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. كانت معكم بهجه من قناه الناصري برودكشن، والسلام عليكم.